بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزملاء في عربة النقل. نصل في هذه اللحظات إلى ملخص انطلاقات يجني أصحاب السمو الشيوخ في صباح هذا اليوم في انطلاقات سن اللقاية في الأربعة كيلومترات. أول الأشواط وضربة البداية وأول الانطلاقات الصباحية مع هملولة من هجن الرياسة مع حمدان بن محمد بن مروشد المضمر المتابع لهذا الشعار. 6 دقائق ثانية 8 أجزاء من الثانية يؤكد حضور هجن الرياسة مع أول الأشواط. شوطنا الثاني أكد المضمر حمدان بن محمد بن مروشد النقطة الثانية لهجن الرياسة وخاطفا الأشواط الرئيسية مع هملول وهملولة من هجن الرياسة. 6 دقائق ثانيتين 9 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. ثالث الأشواط تأتي هملولة تؤكد النقطة الثالثة لهجن الرياسة وإلى المضمر حمدان بن محمد بن مروشد ب6 دقائق 6 ثواني جزئين من الثانية تهانينا وناموس. رابع الأشواط يؤكد هملولة النقطة الرابعة لهجن الرياسة ومع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد ب6 دقائق 7 ثواني جزء 1 من الثانية تهانينا وناموس. خامس الأشواط يؤكد حمدان بن محمد بن مروشد النقطة الخامسة إلى هجن الرياسة وإلى مضمر هجن الرياسة حمدان بن محمد بن مروشد ب6 دقائق 9 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. سادس الأشواط حمل كل التحدي والإثارة حتى اللحظة الأخيرة يأتي هملول مؤكدا النقطة السادسة لهجن الرياسة والأولى مع المضمر سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي ب6 دقائق 7 5 أجزاء من الثانية. سابع الأشواط يذهب مع هملولة وإلى هجن الرياسة ومع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي النقطة الثانية ب6 دقائق 11 5 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. ثامن الأشواط حمل انطلاقاتي هملول من هجن الرياسة ومع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي ب6 دقائق 12 6 أجزاء من الثانية يؤكد النقطة الثالثة مع العملاق. شوطنا التاسع حمل انطلاقات هملولة وتحديات هجن الرياسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي يؤكد النقطة الرابعة له في صباح هذا اليوم ب6 دقائق 7 6 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. عاشر الأشواط يؤكد هنا انطلاقات وتحديات هجن الرياسة هملول من هجن الرياسة ومع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد خاطفا النقطة السادسة له في صباح هذا اليوم ب6 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. شوطنا الحادي عشر حمل انطلاقات هملولة من هجن الرياسة ومع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد يخطف النقطة السابعة له في صباح هذا اليوم ب6 دقائق 11 6 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. شوطنا الثاني عشر حمل إشارة التوقيت الأفضل والأجمل مع هجن زعبيل ب6 دقائق 5 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايدان المكتوم وتهانينا وناموس المتألق دائما في عالم الأصائل راشد بن محمد بن مروشد تهانينا وناموس. شوطنا الثالث عشر ذهب مع هملولة تؤكد النقطة الثامنة مع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد ومع هجن الرياسة 6 11 3 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوطنا الرابع عشر يذهب مع هملولة من هجن الرياسة ومع المضمر حمدان بن محمد بن مروشد يؤكد النقطة التاسعة لها في صباح هذا اليوم شكرا براشد 9 11 جزء 1 من الثانية تهانينا وناموس. شوطنا الخامس عشر وأول انطلاقات الانتاج الخاص بمحميات أصحاب السمو الشيوخ تأتي العبور التابعة لمحمية المريال وإلى سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تهانينا والناموس لبراشد على هذا الفوز وتهانينا والناموس للمضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي ب6 دقائق 7 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس. شوط الجعدان الخاص بالإنتاج وأولها مع الإنتاج بدع سلاب يحضر في هذه اللحظة مع انطلاقة الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء آل حامد شكرا مختار بن أحمد بن عبد الملك 6 دقائق 4 7 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. شوطنا السابع عشر تأتي الختم تؤكد في اللحظة الأخيرة حضور هذا الشعار العيناوي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان وشكرا سعيد بن مبارك لوهيبي من تابعها بهذا الانطلاق بالتوقيت 6 دقائق 9 جزئين من الثانية. آخر الأشواط وآخر انطلاقات المحميات يأتي الباز
مؤكدا انطلاقات بدع سلاب على أرضية ميدان المرموم لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد. شكرا مختار بن أحمد بن عبد الملك. يؤكد النقطة الثانية لبدع سلاب بست 14 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. تواصلنا يستمر وانطلاقاتنا في يوم الغد مع عدنا أصحاب السمو والشيوخ في سن الإذاع. شكرا وليد البارودي مخرج سباقي هذا الصباح. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.